Hallo, meine liebe Studenten, Lektion 5. درسنا بعنوان دي شولة، دي شولة، المدرسة. مادام هنتكلم عن المدرسة يبقى لازم نتعرف الأول على أيام الأسبوع اللي احنا بنروح فيها المدرسة. أيام الأسبوع Wochen Tage، Wochen Tage. Die Woche hat sieben Tage. الأسبوع في سبعة أيام. Sie heißen اسمهم إيه؟ الجمعة Freitag. السبت Samstag. الحد Sonntag. الاثنين Montag. التلات Dienstag. الأربع Mittwoch. الخميس Donnerstag. طيب عايزة أقول النهاردة، اليوم today. heute، heute. عايزة أقول tomorrow، morgen، morgen. عايزة أقول إيه؟ after tomorrow، بعد بكرة. übermorgen، übermorgen، übermorgen. ومادام بتكلم عن المدرسة يبقى لازم أتكلم عن المواد الدراسية اللي أنا باخدها. إيه هي بقى المواد الدراسية دي؟ اسمها إيه؟ شول فشا، شول فشا، يعني مواد دراسية. زي إيه؟ كيمي، كيمياء. بيولوجي، بيولوجي. فيزيك، فيزيك. الفيزياء. الجبرا، الجبرا، الجبر. جيومتري، جيومتري. الهندسة. ريليجيون، ريليجيون. التربية الدينية. جيوغرافي، جيوغرافي. الجغرافيا. جيشيشت، جيشيشت. التاريخ. فيلسوفي، فيلسوفي. الفلسفة. شبورت، شبورت. الرياضة. كونست، كونست. الأرت. موزيك، موزيك. ميوزيك. لاتين، اللغة اللاتينية. أغابش، اللغة العربية. دويتش، اللغة الألمانية. انفورماتيك، انفورماتيك. الحاسبات، علوم التكنولوجيا المعلومات. انجليش، اللغة الإنجليزية. فرانسوزيش، فرانسوزيش. اللغة الفرنسية. شبانيش، اللغة الأسبانية. إيطاليينش، إيطاليينش. اللغة الإيطالية. دانكو.